مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. تلاسة هبت مرتين، في الأولى أمطار وثلوج وفي الثانية جليد وصقيع، وهكذا تدنت درجات الحرارة ونشطت الجرافات، وترك وزير التربية لإدارات المدارس تقرير الفتح أو الإقفال غدا. سياسيا، تحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل ومعها جلسة حوار وطني، فيما حوار المستقبل وحزب الله يفرض نفسه. وفي أبو ظبي اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العربية وبينهم الوزير جبران باسيل، المطلوب منه عدم إغضاب الأشقاء وعدم إزعاج الأصدقاء. وفيما لم يسجل أي جديد في موضوع الاستحقاق الرئاسي، بدا الرئيس نبيه بري واضحا في الإشارة إلى حجم التأييد للنائب سليمان فرنجي، سائلا هل يريد الدكتور سمير جعجع أن يقصفنا حزب الله بصاروخ؟ وبينما يعاول سياسيون كثر على التفاهم السعودي الإيراني، أكد البابا فرانسيس للبطريرك الراعي اهتمامه بموضوع الرئاسة في لبنان. ومن المقرر أن يطلب البابا من الرئيس الإيراني الذي يزور روما أن تساعد بلاده في انتخاب رئيس للبنان. واليوم أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن على إيران والسعودية اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض التوتر بينهما ودراسة سبل الاستقرار في المنطقة. عودة إلى تلاسة والثلج والصقيع والجليد هذا المساء، وننتقل مباشرة إلى صوفر مع الزميل نبيل الرفاعي لمعرفة الوضع هناك. نبيل، مساء الخير، كيف حال السقعة والجليد عندك هذه الليلة بهذه الأثناء، وماذا عن حال الطرقات وتدني درجات الحرارة؟ نعم، مساء الخير لك ابتسام، مساء الخير بيير، ومساء الخير لكل المشاهدين. بالطبع اليوم نهار طويل قضيناه مع فريق العمل سامر حنا ومحمد أوبا، تنقلنا بأكثر من منطقة تنشوف كيف عم بتكون حالة الطرقات، وأكيد بالطبع عم نشوف هيدي العاصفة لشو أسفرت عن الثلوج وعن مياه، وطبعا عن موجة جليد وصقيع قاسية جدا. يعني درجة الحرارة هون 4 درجات تحت الصفر، طبعا برد قارس، يمكن الطرقات شبه خالية من سكانها بعكس الصباح. الصباح كانت حركة السير ناشطة، عمدت قوى الأمن الداخلي على تجديد بالتزام السيارات، بالتزام طبعا وضع السلاسل المعدنية لتفادي أي مخاطر وأي مشاكل، وخاصة أنه كان في بعض الطرقات فيها تراكم الثلوج، وطبعا هذه الموجة، موجة الصقيع، شكلت طبقة من الجليد ما صعب على بعض السيارات التنقل من منطقة إلى أخرى. لكن جرافات الدفاع المدني وجرافات وزارة الأشغال العامة كانت اليوم طبعا بطل هذا النهار في وجه العاصفة، فعمدت إلى فتح جميع الطرقات. طريق ظهر البيدر قبل قليل كانت سالكة طبعا للسيارات المجهزة بالسلاسل المعدنية، لكن هناك تخوف في تقدم الساعات المقبلة أن تتكون سماكة جليد جديدة. لكن هناك خرق جديد اليوم كان للبطل الرياضي سمير المعروف أنه يتحدى دائما العواصف. كوتش سمير، أهلا وسهلا فيك. اليوم تخطيت مرحلة صعبة جدا، وطبعا تحديت حالك وتحديت العاصفة ودخلت مجددا التاريخ، يمكن نزلت بعز العاصفة بالمياه، سبحت وما كأنه اليوم نحن درجات تحت الصفر. هلأ هيدي هلأ بالنسبة لإلك يمكن بتشوفها هيك، هلأ أنا بالنسبة لإلي هيدا شيء بالجبل هون، نحن على طول كل ما يصير فيه تلج وفي جليد بروح بمارس هوايات، انا مش لقصة تحدي ولا شيء، بس اكيد الانسان بيختبر حاله من وقت لتاني يعني، وبيشوف شو الامكانيات كل سنه لما واحد عم يتقدم بالعمر بصير يشوف قديش بيقدر يتحمل، وانا هيدا الشيء بعمله، بعمل هايكنج وبعمل اشياء كتير باب التحدي والمخاطره بنفس الوقت يعني. بقى اليوم هيك انه شفناكم بالصدفه، كنا راجعين من مهمه كنا عاملينها، نزلت هيك شوي، عملت بالنهر شوي هالمرة، عملت هيك. شوفوا المشاهدين اليوم شو قمت بهذه المهمة الصعبة جدا، شو بتوعد الناس بإشياء جديدة، وخاصة أنه لبنان قادم على موجات صقيع أخرى وموجات باردة. هلأ هو يعني أنا مش عم بوعد ولا شيء، أنا بالصدفة التقيت فيكم، كنت راجع ولابس الشورت وصرنا نحكي أنه شفتك بردان هيك، بقى جيت الشدة من عزيمتك شوي أنه
انه في برد يعني، بس انه يمكن في ناس تتحملها اكثر من ناس. انا تعودت على هالشيء ومعود جسمي من زمان انه اعمل شيء، اكيد انا بتحدى حالي لحتى اشوف انه قديش واحد بيقدر يستمر انه يعمل هيدا الشيء. وانا على مدار السنه بعمل هيدا الشيء يعني، بالبحر شوي، بالموج يعني بتحدى الموج كمان، واليوم قلت بدي اجرب اعمل بالنهر تشوف قديش منيحه مقبوله المي بعدها، بعد بنتحمل اكثر شوي. التوفيق لك كوتش سمير. اكيد كمان بدي اتطرق لموضوع مهم، طبعا السياحه الشتويه. انا هون من عبر شاشه تلفزيون لبنان، شاشه الوطن، بدعي كل المغتربين وكل السياح يزوروا لبنان، لانه لبنان بفصل الشتاء مع الجنرال الابيض طبعا احلى. احد اصحاب المطاعم السيد خالد ابو المنى، كمان بنعرفك قد ايه ناشط وقد ايه دائما عم بتتابع الحركه السياحيه، خبرني كيف الحركه السياحيه السنه، وخاصه انه نحن اليوم بموسم شتوي و قاعد انه تكون خير ان شاء الله. طبعا خير، هيدا التلج عنا خير، نحن كل سنه بنستنظره، وهيدي تلجي ما بنعتبرها شيء، قليل كتير، معورين على متر تلج. والسياحه عنا بنتمنى تكون احسن تكون، بس المشكله مثل ما هو الوضع اللي اسمه. يا ريت نتمنى على هالبلد تعطينا اكثر منشان نستمر بهالحياه، منشان مستقبل اولادنا والبلد نحن متأمل كتير يعطونا أكثر. كانت منيحة ببداية الموسم الحمد لله، وبنطلب من هالبلد من الوضع انه هالتلجيات اللي عم ينزلوا يحافظون عليهم للميات بالصيفية، مشان كله عم نشتري، حد هلأ عم نشتري مي. شكرا لك. بالطبع اكيد كما ذكرت في السابق معظم الطرقات الان مفتوحه باستثناء طريق اللؤلؤ وطريق الهرمل المؤديه الى القبيات، ولكن تعمل فرق الدفاع المدني ووزاره الاشغال العام على فتح جميع الطرق. طبعا هنا التحيه الكبرى الى الجيش اللبناني والقوى الامنيه والدفاع المدني ووزاره الاشغال العامه، وبالطبع الصليب الاحمر الذي ينتشر على جميع الطرقات لمساعده المواطن اللبناني في حال تعرض لاي مشكل. أكيد كما كنت أكرر في كل التقارير التي أقوم بها في الثلج، على أمل أن يكون الثلج أو هذا البياض الناصع اليوم على الجبال أن يبيض أيضا في الأروقة السياسية وفي قلوب اللبنانيين. ابتسام. نعم نبيل، شكرا لك على هذه الرسالة. كما ذكرت يبدو أن هذه العاصفة لها فوائد على بعض الهواة من تزلج وسباحة. إذن كاميرا تلفزيون لبنان ومن خلال الزميلين نبيل الرفاع وسامر حنا جالت في منطقة ظهر البيدر نهارا، وعادت بهذه المقابلات مع المواطنين الذين علقوا في زحمة السير جراء العاصفة. في عاصفة ثلجية أيام اليوم، يعني بالعكس القوى الأمنية الله يعطيهم العافية والله يقويهم، يعني عم يشتغلوا أكثر من مجهودهم وأكثر من طاقتهم، بس بدك الناس تستوعب هذا الموضوع. أنا كيف ملاقي الطريق اليوم؟ هل تعرقلت شوي؟ بس السيارات مش خارج ثلج عم بيردون. نعم. نعتبر انه هذه العاصفه كانت قويه والعاصفه طبيعيه. انا بالنسبه لي انه عاصفه هذه شتويه ولازم تتلج يعني، بس ما بعرف ليش الناس بتعظمها هالقد. كيف ملاقيها العاصفه؟ مش مثل ما كانوا عم بيقولوا، يعني مش قويه بهيك الحجم اللي هن قالوا عنه. بس بدك تجنزر لحتى تقدر تقطع، بس هيدي المشكله. هذيك قبل كان قوي، بس هون في برد اكثر هالمره، في سقعه اكثر، في هواء اكثر. اليوم انتم كوزاره اشغال عامه عم بتساهموا بفتح الطرقات طبعا بالمساعده مع القوى الامنيه، اليوم لاي ساعه بتنصح الناس عدم الاقتراب من هذه المنطقه؟ يعني هلا بلشت تتجلد بصراحه، يعني غير مجهز وغير فرويل، بنصحوا من اسا ما يطلعوا. هلا القوى الامنيه مبلغين دفع رباعي ومجهز من شان سلامتهم يعني. العاصفة التي ضربت لبنان أتت أقل من التوقعات، فالثلوج تفاوتت نسبة سقوطها بين منطقة وأخرى، لكن الصقيع لف المرتفعات. كثرت التكهنات ولم تأتي العاصفة تلاسة على قدر انتظار المواطنين لها، إنما حملت معها صقيعا وغطت الثلوج المناطق المرتفعة كما معهودا في أيام كانون الثاني. تلاسة كللت قمم السلسلتين الشرقية والغربية بثلوجها، وبعض القرى التي تعلو 1200 متر عن سطح البحر وما فوق. وفي البقاع مرت مرور الكرام ولم تحمل معها سوى الرياح العاتية والصقيع والجليد ودرجات حرارة متدنية أدت إلى بعض الأضرار المادية والزراعية.
وفي ظهر البيدر الطريق سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية ورباعية الدفع، وكذلك في المناطق الشوفية حيث عملت البلديات وآليات وزارة الأشغال على فتح الطرقات أمام المواطنين. في سياق متصل، عملت جرافات وزارة الأشغال على فتح طريق جرد الهرمل في سان كرمشباط بعد أن حاصرت الثلوج التي بلغت سمكتها المتر الأهالي. أما في صيدا فبقيت حركتا الملاحة والصيد البحري متوقفتان بسبب ارتفاع الموج والرياح. 15 عائلة، لأن هذول العائلات أصبحوا تحت الخطر في هذه المنازل ومن الضروري إيوائهم. فمن هون الساعة 3 يعني وعدنا مدير المنطقة انه يحيى برنامج الطوارئ ويحضر لجل البحر ويشوف هاي العائلات ومنازلها. في حصبية كذلك أرخت العاصفة الثلجية بظلالها، فقطع الطريق عام حصبية شبعة انطلاقا من شوية، وعملت الآليات التابعة للبلديات ووزارة الأشغال على فتحها، وحاصرت الثلوج أيضا المواقع العسكرية التابعة لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني في تلال سدانة ومحيط شبعة. نحن متعاقدين مع وزارة الأشغال العامة عم نفتح طريق عن دنيا شوية شبعة، من حصبية عن دنيا شوية شبعة، واللي هو عم يعيقنا بفتح الطريق تكون طرقات جديد ليلا، مما عم يعيقنا عم نعيد فتح الطريق مرتين وأكثر. أما القوى الأمنية فقد دعت اللبنانيين إلى التقيد بالتعليمات التي أصدرتها حفاظا على سلامتهم. مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني توقعت أن يكون طقس الثلاثاء غائما جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، كما تتكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية مع احتمال تساقط بعض الثلوج الصباحية المتفرقة خاصة على المرتفعات الجنوبية التي تعلو على 600 متر. وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أكد أن الخطة التي وضعتها الوزارة شملت كل المناطق اللبنانية وتمكنت من توفير كل الحاجات والتدابير اللازمة وأعطت النتائج الإيجابية، وتمكنت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأخرى من الحد من أضرار العاصفة وأنجزت أعمال فتح الطرق بحسب الأولويات واتباعا كما قامت بوضع فرق طوارئ للتدخل السريع عند الضرورة أثناء أيام العاصفة. دعا وزير التربية والتعليم العالي إلياس بوصعب مديري المدارس الرسمية والخاصة إلى تقييم الأوضاع في مدارسهم لجهة سلامة الطرق المؤدية إليها وتوفير التدفئة في الظروف المناخية الراهنة. وترك الوزير لمديري المدارس الحرية في اتخاذ القرار المتعلق بفتح مدارسهم غدا. من جهة ثانية، الوزير وائل أبو فعور أعلن عن إقفال دور الحضانة في المناطق الجبلية غدا. رأى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن على إيران والسعودية اتخاذ الخطوات اللازمة لخفض حتى التوتر بينهما، مضيفا: نحن مستعدون لدراسة أي مبادرة من شأنها مساعدة هذه المنطقة على أن تصبح أكثر استقرارا وأمانا لتتمكن من التصدي للتحدي الحقيقي الذي يواجه المنطقة، ألا وهو الإرهاب والتطرف وبالطبع الطائفية التي تمثل تهديدا حقيقيا لنا جميعا. مؤكدا تعزيز العلاقات مع أوروبا ومشيرا إلى التمهيد لمذكرتي تفاهم مع إيطاليا وفرنسا، الرئيس روحاني التقى الرئيس الإيطالي في روما اليوم قبل أن يقابل البابا فرانسيس غدا وبعدها يغادر إلى باريس. قبل توقيع اتفاقات تجارية إيرانية إيطالية بقيمة 17 مليار أورو في أول جولة أوروبية للرئيس الإيراني منذ بدء تنفيذ الاتفاق النووي العالمي الإيراني، أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني محادثات في روما مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. روحاني في إيطاليا على رأس وفد مؤلف من 120 شخصا يضم وزير الخارجية وقادة أعمال ووزير النفط والغاز ومسؤولين آخرين بالحكومة الإيرانية. ضمن برنامج زيارة روحاني لقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، على أن تستغرق زيارة إيطاليا يومين، يلتقي في خلالها الثلاثاء في الفاتيكان البابا فرانسيس ثم يغادر إلى باريس للقاء الرئيس فرانسوا أولاند في بحر الأسبوع.
في أبو ظبي انعقدت جلسة أولى مغلقة لوزراء الخارجية العربي مشاركة لبنان عبر الوزير جبران باسيل، الذي شرح للمجتمعين حيثيات الموقف الذي اعتمده في مؤتمر جدة الإسلامي لجهة النائب النفس. أوساط إعلامية مواكبة أشارت إلى أن الوزراء العرب وبعد نقاش مستفيض أبدوا تفهما لما تم توضيحه، وقد كان أيضا توافق حيال إعطاء مواجهة الإرهاب وكذلك العدو الإسرائيلي الأولوية في الاهتمام ودائما بحسب تلك الأوساط. وبعد ظهر اليوم عقدت جلسة مغلقة ثانية. في الملف السوري، أسفر تفجير انتحاري بمركز لأحرار الشام في حلب عن مقتل أكثر من 25 منهم سياسيا. بوتين ينفي التدخل في الشؤون الداخلية لدمشق مؤكدا مساعدتها في محاربة داعش، وكيري يتفق مع ديمستورا على عدم توجيه دعوات جنيف إلا بعد وضوح تام لمواقف جميع الأفرقاء، لكن ديمستورا لم يستبعد عقد المفاوضات يوم الجمعة 29 من الحالي. أوساط المعارضة السورية تنفي التعرض لضغوط لتغيير أسماء وفدها. نفى رئيس وفد المعارضة السورية إلى مؤتمر جنيف 3 العميد أسعد الزغبي أن يكون هناك أي ضغوط تعرضت لها الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية بشأن تغيير بعض الأسماء التي ضمها الوفد التفاوضي. وأوضح في أن البعض كان يظن أن وزير الخارجية الأمريكي قد يطرح خلال اجتماعه بالمعارضة تغيير بعض الأسماء، وهذا الكلام لم يحصل إطلاقا. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد من جهته أن اختيار أعضاء الوفد السورية للمشاركة في اجتماع جنيف يخص المعارضة السورية باعتباره شأنا سوريا بحتا، ولفت بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي في العاصمة البحرينية المنامة إلى أن المنتدى دان تدخلات الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تبقى الإشارة إلى أن هناك معلومات تشير إلى عدم توجه المبعوث الأممي إلى سوريا إلى الرياض بعد تبلغ بأنه غير مرغوب به بسبب تصريحاته. وحذر وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو من أن مشاركة جماعات مثل وحدات حماية الشعب الكردي في المحادثات ستعطل العملية السياسية. ميدانيا، نفى وزير الدفاع الروسي وجود خطط لإقامة قاعدة جوية جديدة في سوريا. الجيش السوري الحكومي أحبط محاولات تقدم لمسلحي تنظيم داعش نحو نقاطه على تلة الرواد في بلدة البغيلية في دير الزور، فيما استهدف صاروخ اجتماعا للمصالحة بين جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في صلقين في ريف إدلب أصاب عدد كبير من المسلحين ما أدى لمقتل العشرات. وكان المجتمعون من جبهة النصرة وأحرار الشام يجرون مصالحة بعد الاشتباكات بين الفريقين في بلدة صلقين. والنشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم. رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على سؤال رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على أي أساس رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون هو مرشح الثامن من أذار، قائلا على ذات أسس ترشيحك من 14 أذار. بدوره رد جعجع: يا دولة الرئيس، ولكن أنا انسحبت لصالح العماد عون. وفي نشاط عين التين اليوم، الرئيس بري التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن وتم عرض تطورات في المنطقة، والتقى الوزير علي الشبطيني وتم عرض الأوضاع على الساحة المحلية. رئيس الحكومة تمام سلام بحث في التطورات مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية كريستيانو باسيني، كما التقى المدير العام لشركة سوليدير منير أدويدي. وبعد الظهر عرض الرئيس سلام تطورات مع الوزير أكرم شهيب ثم الوزير بطرس حرب. ومساء اليوم التقى الرئيس سلام رئيس حزب الوفاق بلال تقي الدين. عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع النائب أحمد فتفت يرافقه وفد اتحاد بلديات المني والضنية مشكلات تنموية في الضنية من دون أن يتم التطرق إلى السياسة، إلا أن فتفت دعا بعد اللقاء إلى المشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من أجل الانتخاب لا تعيين، مؤكدا أن الرئيس الحريري ما زال على مسعاه عبر طرح فرنجية. نحن دعاة مشاركة في كل الجلسات، نحن شاركنا في 34 جلسة لغاية اليوم. إذا كان في فعلا عملية انتخابات بدنا نشارك أكيد بالجلسة. نحن منصر إذا في انتخابات، إذا في تعيين رئيس جمهورية، لا نحن مش مع فرض وتعيين رئيس جمهورية. نحن في طروحات اليوم متداولة بالشارع، في أكثر من مرشح. دعوتنا للجميع ينزلوا على المجلس النيابي ليصير في انتخابات حقيقية لرئيس جمهورية يحترموا كل اللبنانيين. انطرح الرئيس سعد الحريري عم يعمل مسعى من أجل تسوية وطنية. فكرة التسوية الوطنية بتستند إلى إمكانية دعم ترشيح الوزير الفرنجية.
الرئيس سعد الحريري ما زال على موقفه من هالموضوع بشكل واضح. بحثت لجنة الإدارة والعدل في اقتراح قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية. النائب روبير غانم أوضح أن البحث تم من منطلق أنه إذا كان هناك خلل يجب أن يصحح بتعديل النصوص حتى تكون العدالة واحدة. بدأنا بدرس هذا الموضوع لأنه لا يجوز أن يكون لدى لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية وبعد ما صار من ضجة حول بعض الأحكام اللي صدرت واللي صدرت مؤخرا أنه ينقال أنه لجنة الإدارة نامت على المشروع أو ما درسته. لذلك احتراما لكرامة أعضاء اللجنة وللجنة بحد ذاتها وضعنا هذا على جدول الأعمال لدرسه من منطلق أنه يجب إذا كان هناك خلل وأكيد في خلل يجب أن يصحح هذا الخلل أكان بتعديل النصوص أو بتعديل الإجراءات أو ما إلى هنالك حتى تكون العدالة واحدة ويتأمن الحق الأساسي لكل شخص معرض أن يتأمن هذا الحق بالدفاع بشكل يعني كما هو منصوص عليه في موضوع حقوق الإنسان وغيرها. وزير الدفاع سمير مقبل تلقى دعوة من نظيره القبرصي لزيارة قبرص نقلتها السفيرة كريستينا رفتي التي أكدت متانة العلاقة اللبنانية القبرصية وأوضحت أنه في حال لبى الوزير مقبل الزيارة فإن جدولها سيتضمن التشاور في العلاقات العسكرية وفي اتفاقات تعاون لدعم الجيش اللبناني. قائد الجيش العماد جون قهوجي تناول مع السفيرة الهولندية إيستر سومسن علاقات التعاون بين جيشي البلدين ثم عقد اجتماعا في حضور السفيرة والملحق العسكري والهولندي وأعضاء لجنة التعاون العسكري المدني والفريق اللبناني الهولندي المشترك تناول المساعدات العسكرية الهولندية للجيش اللبناني. نظمت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ورشة عمل عن طريق حفظ الطاقة وترشيد استهلاكها واستبدالها والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة في حضور وزير الطاقة أرتور نازاريان الذي أعلن عن إنجاز المناقصة العالمية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وتم رفع الملف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. إننا في وزارة الطاقة والمياه أنجزنا المناقصة العالمية لإنتاج كهرباء من طاقة الرياح 60 إلى 100 ميجاوات وتم رفع الملف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب علما أن الشركات الثلاثة المؤهلة أعلنت على مواقعها في الشمال فيكون عام 2016 عاما سياسيا وازنا يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد وانتظام العمل المؤسسات الدستورية وعاما اقتصاديا بحيث يدخل لبنان إلى عصر النفط والغاز كما يدخل عصر الطاقة المتجددة. من الأخير فاصل نتابع قراءة النشرة. لقاء الوفاء للسعودية وقطر والإمارات في المنيا الضني وتأكيد على العلاقة التاريخية بين لبنان والمملكة من دون تمييز بين مسلم ومسيحي. نظمت حركة المسار اللبناني لقاء شعبيا تحت شعار لقاء الوفاء للمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في القصر البلدي لبلدية دير عمار في المنيا الضني في حضور فعاليات سياسية ودينية وأمنية تخللته كلمات شددت على العلاقة عبر التاريخ بين المملكة ولبنان مستنكرة السياسة الإيرانية في لبنان والمنطقة. وفي هذا الإطار تحدث مفتي عكار الشيخ زيد محمد زكريا مؤكدا أن المملكة لم تميز بين مسلم ومسيحي بعكس إيران التي تستهدف في مشاريعها فئة وحزبا معينا. القاضي الشرعي الشيخ خلدون عريمت دعا إلى عدم السماح لإيران بأن تقاتل العرب بالعرب. أما رئيس حركة الناصريين الأحرار زياد العجوز فقد وجه تحية للتحالف العربي في عاصفة الحزم والتحالف الإسلامي وكانت كلمة لرئيس حركة المسار اللبناني نبيل الأيوبي أكد فيها أنه لا يمكن لأي كان أن ينتقد تعاطي المملكة الإيجابي مع لبنان. مواسم الحمضيات في عكار جيدة لكن الأسعار متردية والمزارعون يرفعون الصوت. منصر المرعبي.
بساتين الحمضيات في عكار إلى تراجع بعدما كانت مساحات كبيرة من أراضي عكار مليئة بأشجار الحمضيات، ولكن كساد المواسم والأسعار المتدنية وارتفاع الكلفة أوصل بعض أصحاب ومالكي البساتين إلى اقتلاع الأشجار والتوجه إلى زراعات بديلة، وما تبقى منها يعاني مزارعوها الأمرين في وقت الإنتاج جيد جدا والنوعية ممتازة، ولكن الأسعار متدنية ولا تصدير والأسواق المحلية تمتلئ بالبضائع المستوردة. وضعنا نحن إذا ما نباع الرزة وإذا ما نشال ما مكلف، يعني أنا وضعنا سيء، وإذا أنا يعني ما في عندنا شغل غير العمل هذا. صرنا تقريبا 5 سنين بالضبط ما في سنة عم نرجع مصاريفنا بالحمضيات، يعني مصاريفنا كمزارعين ما فينا. الملكي انا شلت الليمون، شلت الليمون وعملت صليخ، وغير يعني صارت منشيل حوالي 40% عندنا من الليمون وباقي 60%، وال 60% اللي موجوده ما عم تنباع. نحن اكبر مشكله اليوم عم نواجهها كقطاع زراعي هي عمليه التصدير. التصدير المطار اللي عاتي بعد من هون امتار، لولا كان هذا المطار امنين النقل فيه الشحن فيه كنا خلصنا وامنا بنقل قل وحلينا مشكله المزارعين. المزارع انسان عنده دخل محدود موسمي، هذا الانسان اذا ما ضل بارضه ما ضل ببرزه مفتوح راح يرجع يعمل ضغط، حتبيع حتترك الناس العمال اللي هون وحترجع تنزل على المدن. على امل ان يصار الى دعم القطاعات الزراعيه لكي يبقى المزارع في ارضه. منذ المرعبي، امين سليمان، عكار، تلفزيون لبنان. والان الى الصفحه الاقتصاديه مع الزميله ندى الحوت. مع رفع العقوبات على إيران ومع استمرار تدني أسعار النفط، السوق الخليجي إلى أين؟ اليوم بروفيسور عجي، حضرتك كمستشار وزير الاقتصاد وكمحلل مالي واقتصادي، قراءة لهذا الموضوع. اليوم عودة إيران لسوق النفط هي عودة أكيد منش سيبتي من ناحية أنه رح تخض السوق، وخاصة أنه رح تجيب مثل ما تفضلت وحكيتي 500 ألف برميل زيادة بالمرحلة الأولى ومليون و500 ألف برميل بالمرحلة الثانية، وهذا أكيد رح يعوم السوق بهالعرض. نحن الردي بقلب سوق كتير مثل ما بقولوا فيه العرض كتير كبير، بس نحن هلأ رح نزيد العرض أكتر وهذا رح يضغط على الأسعار نزول. أهم شغلة إنه نعرف إنه هالدول المنجلة للنفط عم تسجل عجز، تسجل عجز كتير كبير بموازنتها، ومش هيك بس احتياطات عم تتاكل مطرح ما في احتياطات. فينا نذكر روسيا بالدرجة الأولى، المملكة العربية السعودية، بس مش هاو بس، فينا نذكر فنزويلا، كندا، المكسيك، كلهم حالتهم عم تتعب من وراء أسعار هالنفط هذه. فإذا لذلك نحن بنعتقد أنه فوتة إيران بهالوقت هذا، وفي ظل وجود حرب حصص بين المملكة العربية السعودية بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة النفط الصخري، بنعتقد نحن أنه هذه المعركة، هذه الفوتة بوجود هالمعركة هذه رح تجعل الوضع مثل ما بقوله أكتر سيء أكتر، وهذا رح يؤدي بحسب تحليلنا لنوع من الإفلاس لعدد من عيان من الشركات، وبتيجي وبالنتيجة وقف الإنتاج. مع تراجع أسعار النفط، يعني تدني أسعار النفط، لبنان لم يصدر بعد، لم يقر المرسومين، يعني هل لبنان يخسر في هذا الموضوع برأيك؟ أنا بعتقد أنه بالمطلق نحن خسرانين بلعبة الوقت، ولكن الخسارة اللي هلأ فينا نقول أنه فينا إذا هلأ بدنا نروح نفاوض شركات، الشركات مش كتير محمسة. بدنا نفوض على شو بس؟ لا، إذا بدنا نفوض أكيد على قصة التنقيب، وبالتالي يمكن من المفضل أنه ننطر شوي صغيرة ترجع يقب سعر الغاز والنفط بالأسواق العالمية، يمكن يكون في عنا شروط أفضل من هيك. نحن اليوم إذا بنحكي عن رفع العقوبات عن إيران، شو أثر اليوم اقتصاديا على لبنان؟ رفع العقوبات عن إيران أكيد يعني هناك وفود، يعني اليوم يعني ستذهب إلى إيران الأسبوع أكيد المقبل لطرح ملفات. شو هي الملفات الاقتصادية يلي رح يطرحها وزير الاقتصاد ألا حكيم؟ يعني هي الأساس هي قصة التبادل التجاري وسبل التعاون التجاري مع دولة مثل إيران. هنا نحكي الردي ونقول أنه نحن مثلا قطاعنا المصرفي قطاع كتير مهم ومتطور، القطاع المصرفي الإيراني عاش 30 سنة تحت العقوبات وبحاجة إلى تطوير، وهون ممكن يكون للقطاع المصرفي اللبناني خبرات هي اللي ممكن نقدر نفيدهم فيها. كمان في عنا بشق المعلوماتية كمان لبنان يتمتع بقدرات هائلة وواسعة، عنا أكثر من 7000 شخص بيشتغلوا ب 300 شركة، وبالتالي هاو ممكن يكونوا قيمة مضافة لحتى نقدر نقدم خدمات.
مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أنا وزميل بيير نشكر متابعتكم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في 11 من هذا المساء.